بسم الله. اليوم 6/5/2023، المكان ملتقى سلسلة جبال الأطلس الصغير اللي هي من هنا، وملتقى وسلسلة الأطلس الكبير اللي هي كتبا من هناك. الالتقاء كيوقع عند مدينة أولوز اللي كتبان في أعمق الصورة. مدينة أولوز من ثم الممر الطبيعي ديال واتسوس اللي هو جبل أعلى من فوق ديك الجبال، سد أولوز أو سد المختار السوسي. سد أولوز أو المختار السوسي وضع أساسا لتزويد المياه الجوفية لهذا سهل سوس الفسيح، سهل سوس اللي جاء ما بين الأطلس الكبير وما بين الأطلس الصغير إلى المحيط الأطلسي. هذا السهل سوس كل الخضار والفواكه والبواكير والحواميد أكثرها اللي موضع للاستهلاك السوق الداخلية وللتصدير إلى أوروبا وأفريقيا وإلى الصحاري وإلى كلها كتكون من هاد السهل هذا. نعم، هنا بغيت نذكركم رجعوا إلى الدرس السابع عند ملتقى واد إسن مع واد سوس، وإلى الدرس الثالث عشر عند ملتقى الواد الواعر مع واد سوس، عندما طرحنا أن خص يكون هناك سد المنع لتزويد المياه الجوفية لهذا السهل، لأن كما قلت لكم أن هذه السد الذي سده وقعت في وسط ذلك الجبال هي خصيصا لتزويد الفرشة المائية لهذا السهل، ولكن أكثر المياه ما مشاتش في الفرشة المائية للسهل، مشات للفرشة المائية لهذا السلسلة الجبلية اللي هي امتدت من هنا إلى طاطا إلى تفراوات إلى سيدي فني إلى المحيط الأطلسي. مشات الأكثرية مشات المياه الجوفية. إذا شنو خص؟ اقترحنا أن يكون سد المنع عند ملتقى وادي السن مع واد سوس، وعند كذلك سد المنع تالي كذلك عند ملتقى الواد الواعر مع واد سوس. لماذا؟ لأن هنا هذه المنطقة بعيدة، دابا المصب ديال واد سوس بعيد من هنا أكثر من 200 كيلومتر، أكادير بقات بعيدة هنا أكثر من 200 كيلومتر. كل هاد المياه اللي كتسرب فوق الشتاء وفوق الفيضان من هاد السلسلة الجبلية الكثيرة والكبيرة ديال جبال الأطلس الكبير، ومن هاد السلسلة الجبلية كذلك للأطلس الصغير، وكتمر إلى واد سوس كتمشي للبحر وكتضيع. أما السد هو بقى في أعلى الجبال، في وسط الجبال، السدود بقات في الجبال. إذن هنا ما تابع حتى ما كاين حتى السد اللي كيخو فيه هاد المياه كتمشي للبحر، وهادشي علاش قلنا لابد يكون سدود المنع لمنع المياه باش ما تمشي للبحر باش تسرب الى المياه الجوفيه. واقترحنا ان تكون عند ملتقى الواد الواعر وواد سوس تكون مشروع ماعي ضخم باش من ثم ناخذ قناه صناعيه من ثم من عند ملتقى واد سوس مع واد الواعر الى سد يوسف بن تاشفين عند واد مسا، يمر عبر ولد محلة عبر الشرق القردان عبر تلك السهل كله حتى يمكن يزود لنا المياه الجوفية للسهل، لأنه المنطقة فلاحية خصبة وكاين فلاحة كثيرة منظمة في تلك المنطقة. وفي هذا علاش ذكرنا لكم هذا السهل وهذا الدرس، هذا الدرس دابا وهذا الفيديو السادس عشر أو الدرس السادس عشر من الدراسة المباركة، مشروع مائي ضخم من واد المخازن إلى وادي الذهب ومن وادزيز الى وادزا. هنا نقلنا لكم عند ما صورتش لكم من عند المدينه اولوز ثم الممر ديال العمق ديال واد سوس، لان المنطقه هابطه وما غاتش نبر كيفاش نعبر لكم نقصر لكم على هذا السهل ونوضح لكم هذه السلسله الجبليه ديال الاطلس الصغير مع الملتقى السلسله الجبليه ديال الاطلس الكبير، وهذا مزود كبير للمياه في وقت الامطار لهذا واد سوس، ولكن هذا الماء كله كيضيع كيمشي للبحر. لهذا علاش اقترحنا ان يكون سدود المنع على واد سوس
من المنطقة من هنا على الأقل إلى المحيط الأطلسي على الأقل يكونوا واحد جوج سدود ديال المنع وأكثر، باش المياه اللي كطيح سطحية مع الشتاء تمشي المياه الجوفية وما تضيعش وما تمشيش للبحر. هذا هو الذي أردنا أن نوركم به في هذا الدرس 16، إلى درس آخر إن شاء الله من الدراسة المباركة، وإلى منظر آخر إن شاء الله من المناظر الفريدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.